السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله الفيديو ده زي ما انتم شايفين كده برعاية القط الجميل ده، كده مش سايبني عايز يلعب في الكرتونة بأي طريقة. النهاردة إن شاء الله أنا هكلمكم عن الحاجات اللي اشتريتها من ايكيا، اشتريتها من على الصفحة بتاعتهم، والحاجة وصلتني لحد باب البيت. دايما كنت بروح اشتري الحاجة بنفسي واختار الحاجة بنفسي، لكن المرة دي قررت اجيب الحاجة لحد البيت. هقول لكم على التجربة كاملة وهقول لكم رأيي بكل صراحة، بس بعد ما نفتح الكرتونة ونشوف الحاجات اللي انا جبتها، على الرغم من اني انا مختارة الحاجة من على السايت بتاعهم، لكن انا بفتحها وانا حاسة ان انا متفاجئة وعندي حماس وشغف كده عشان اشوف الحاجة، مع اني انا اللي مختارها. بالمنظر ده الكرتونه زي ما انتم شايفين كده، طبعا الورقه فيها كاتبين الفاتوره وكاتبين كل الحاجات اللي انت مختاراها وشارياها. يعني مبدئيا كده جبت صفايه المعالق دي، حلوه قوي قوي، في منها حجم صغير، عندي الحجم الصغير ده، الحجم الكبير حط فيه بقى اطقم التوزيع، معالق اللي تحبيه، شكلها شيك جدا، شايفين الجمال، شايفين التغليف، شايفين البابل الكبيره دي، جميله تحفه جدا، شايفين كل حاجة متغلفة بإتقان وعناية. وجبت الباسكت ده، عندي منه الأبيض، حبيت أجيب الأسود، ينفع بقى للزبالة وينفع تحطي فيه زرع وأي نبات يعني تحبيه، شكله شيك جدا في الاستخدام. شايفين الحاجة ملفوفة ازاي، ما شاء الله لفة محترمة، وحاطين بابل وكرتون وحاجة آخر جمال. طبعا متحمسة جدا، كنت مستعجلة عايزة أفتح بسرعة، وقاعدة أحاول بسرعة أفتح الحاجة علشان أشوفها معاكو. شايفين الجمال، شايفين حتى البلاستيك مغلفينه بالشكل ده، شايفين العلب دي اللي بتتحط على الماسورة وبتحط فيها برضو معالق والحاجات دي، عندنا منها برضو قبل كده. يلا يلا بسرعة، عايزين نفتح بسرعة ونشوف كل الحاجة. بس دي باينة اهي شفافة، دي الزرع اللي هو الزينة بتاع ايكيا، حلو قوي، ثلاثة مع بعض شكلهم تحفة جدا جدا. لما بتحطيهم في المطبخ او على المكتب او في اي مكان، حلوين قوي، وتحسي ان شكلهم زي الطبيعي بالظبط. بس هو للأسف الزرع في ايكيا بيبقى غالي شوية. نسيت اقول لكم على الاسعار، احنا شفنا في البداية الباسكت رخيص تقريبا ب 25 او 29، تمام، ده اللي انا فاكراه حاليا. افتح بقى بسرعة معاكم، شايفين البابل الكبيرة دي، فتحت كده، وشايفين متغلف من جوه كمان بكرتون وبالسولوتيب، حلو قوي. دي شكلها ازاز اهي، حاجة المتغلفة جامد كده، بتبقى في الغالب ازاز. بصراحة زي ما انك تتسوقي بنفسك او تعملي شوبينج بنفسك وتروحي الستور وتختاري اللي انت عايزاه ممتع، وكمان لما بتشتري من على السايت بتاعهم والحاجة توصلك لحد البيت ممتعة جدا برضو. شايفين الكوباية دي تحفة جدا جدا جدا، يعني انا عندي منهم اللي هي الشفافة. في الاول كنت مستغرباها وحاسة انها تقيلة شوية، بس بعد كده ما بستخدمش غيرها، كل البيت ما بيشربش غيرها، فحلوه جدا، فقررت اجيب المره دي اللون ده. اللون ده حلو قوي قوي، يعني اللي هو يعني العاطي لا على اخضر ولا على ازرق، هو حلو جدا. جبت منه كوبايتين، وجبت كمان كوبايتين من اللون، هو لونه يعني اللي هنشوف مع بعض اللون التاني شكله ايه. شايفين اللفه، شايفين ادي لون الكوبايه التاني، يعني هو على الطبيعه تحس ان هو عاطي على بينك شويه، وكمان عاطي على لون اورنج شويه، بص درجه كده بين الاتنين. وجبت الفرشه دي بتاعت الاطباق، والفرشه دي الميزه اللي فيها ان هي بتتلزق على الحوض زي ما انتوا شفتوا في الصوره كده، حلوه جدا، بتنظفي بيها الاطباق او الكوبايات. نشوف دي كمان اللفه دي فيها ايه، يا ترى فيها ايه، غالبا حاجة ازاز برضو، غالبا حاجة ازاز بدام ملفوفة في كرتون جامد كده. الكوباية التانية شايفين لونها وجمالها، لو جربتوا تستخدموا الكوباية دي هتحبوها جدا جدا جدا. انا في البداية زي ما بقول لكم كنت مستثقلاها، ولكن حقيقي مش بشرب في غيرها حاليا. دي حاجة كبيرة برضو، شكلها حاجة كبيرة ازاز،
عجبني جدا جدا تغليفهم للحاجة، وقد ايه هم ناس عندهم اتقان في شغلهم وضمير علشان ان الحاجة توصلك بالجمال ده وباللفة دي كلها. شايفين بابل ورق بابلز من بره وكرتون، وكمان في بابلز من جوه، فحلو قوي. دي شكلها حاجة اهي. بصوا بقى يا جماعة، دي انا شارياها، هي دي فازة تحطي فيها ورد، بس انا شارياها عشان احط فيها اللبن. تحفة جدا جدا، شكلها روعة، يعني مش عايزة اوصف لكم. وطبعا لازم البابلز العب بيه كده زي ما انتم شايفين كده، بحبه جدا جدا جدا. نشوف بقى العلبة دي فيها كمان ايه شكلها. دي الكوباية الاخيرة، انا شارية 4 كوبايات. غالبا دي اللي لونها على بامبا، مش عارفة بصراحة اللون ايه بالظبط، بس هو مش بامبا ومش اورنج، هو لون كده روعة روعة روعة، يعني حتى الكاميرا ظلماء. طبعا جبت الفوط دي، هما بيبقوا 4 مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. الخامة بتاعتهم تحفة جدا، واللون بتاعه حلو قوي برضو، اللون اللي هو الكشمير ده، حلوين جدا جدا جدا. وجبت اللون ده كمان، كنت مختارة لون رمادي بس للأسف خلص. شايفين جمالهم، حلوين جدا 4 برضو مع بعض. واشتريت دي ستارة بانيو، بس للأسف بقى ستارة البانيو دي كنت مفكرة ان معاها حلقات، بس للأسف هي معهاش حلقات خالص زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، لازم يبقى عندك حلقات عشان تجيبيها. طبعا فيها من فوق الإخرام اللي بتحط فيها الحلقات بقى وبتتعلق منها. على فكرة الستارة مش بلاستيك سادة كده، لا هو في نقشة، بوريكو اهوت الحلقات، المكان بتاع الحلقات زي ما انتوا شايفين كده، النقشة بتاعت الستارة، الستارة مش سادة. بعد كده عندي بقى حتى الخشب زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، مغلفين وبالجمال ده. شايفين دي طبعا لوح تقطيع، بتقطعي عليه الخضار الأكل، يعني لوح تقطيع خشب، بس حلو جدا، عجبني قوي قوي قوي. شكله شيك جدا، يعني تحفة بصراحة، تحسي ان الحاجة تحفة فنية والله. يعني انا كنت مفكرة ان المكياجات والبرفانات والحاجات دي هي بس ادمان، لا والله لو جربت تشتري من ايكيا هتحسي ان كمان ان ايكيا كمان ادمان زي ما انتوا شايفين كده بقى. شكله حلو قوي في الصورة، وشكله على الحقيقة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين، انت شايفين التغليف وجماله، ده لوح حجمه حلو معقول. بعدين اخر حاجة كمان، لا دي مش اخر حاجة، لسه كمان جبت لوح تقطيع تاني اللي هو بايد زي ما انتوا شايفين كده، بفتحه اهو زي ما انتوا شايفين جماله في الصورة، حلو قوي قوي قوي، شكله تحفة. وكمان سهل بقى تقطعي عليه حاجة بسرعة وتشتريه كده وتحطي بقى في الحلة او على النار كده زي ما انت عايزة. يعني شايفين جماله، يعني هو متغلف، وكمان هم مغلفينه بورق استريتش كمان من بره، شكلها تحفة جدا جدا جدا. كمان بقى لسه اخر حاجة عندنا، صفاية الاطباق دي. الصفاية الاطباق دي تحفة تحفة تحفة، وب49 جنيه، والبلاستيك بتاعهم قيم جدا جدا. شايفين مكان المعالق، ونحط هنا الكوبايات وهنا الاطباق، تحفة جدا زي ما انتوا شايفين في الصورة، شكلها روعة. وعلى الحوض برضو انا هحط لكم الصور كلها في اخر الفيديو، تفرجوا على الحاجة على الطبيعة في المطبخ. طبعا كرتونة كده بوريكم، الكرتونة فضت فيها في الليم بس من تحت. هحط بقى بقيت كل الحاجة كده، هوريكم الحاجة كلها مع بعض. بصراحة لو انت حابة تشتري من ايكيا، اشتري من السايت بتاعهم، وهتوصلك الحاجة لحد باب البيت، والشحن مجانا. مش فاكرة المشتريات اكتر من كام، الشحن مجانا، بس اهم حاجة ان هم ليهم عدد كلوات معين، لو زاد عنها بتضطري تدفعي فلوس الشحن. بس لو عايزة شوية حاجات خفيفة زي اللي انا شارياها كده، مش هتدفعي فلوس شحن. الحاجة زي ما انتوا شفتوا جاية متغلفة جدا جدا، يعني باتقان رهيب، والحمد لله مفيش حاجة اتكسرت، والحاجة جميلة جدا وتحفة. لو عايزة تجربي، جربي على ضمانتي، التجربة دي تعجبك ان شاء الله. خليكم معايا لآخر الفيديو، ان شاء الله انا هحط لكم الصور بتاعت الحاجة على الطبيعة في المطبخ. نسيت برضو اوريكم الصفاية الاستانلس دي، عندي منها الحجم الصغير، هحطه في الصور، و
حلوة جدا جدا جدا. دي تقريبا كل الحاجة اللي انا جبتها. نسينا نفتح الزرع ده، شايفين جماله، شكله حلو جدا على الطبيعة. بتحسي ان هو كأنه طبيعي فعلا، بس هم حجمهم صغير قوي، يعني هما تقريبا التلاتة دول ب100 جنيه، فهو بصراحة حجمهم صغير على سعرهم كده. دي كل معظم الحاجة اللي انا اشتريتها من ايكيا طبعا. والباسكت، الباسكت حلو جدا جدا، يعني مختلف عن اي باسكت ممكن تكون اشتريتيه في حياتك. زي ما انتوا شايفين بقى الحاجة زي ما انا حطاها في المطبخ كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والستارة كمان علقتها في الحمام. لو كان الفيديو عجبكم يا رب ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، ولو ليكوا اي تعليق اكتبولي في الكومنتات. شايفين الفرشة، شايفين صفاية الأطباق وجمالها، ودي الحاجة كلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو كان عجبكم ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم الحاجات الجميلة بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.